الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو. اليوم أليكسو تنظم يوم دراسي حول تحليلات البيانات التعليمية والبيانات الضخمة ما يسمى بالبيك داتا في التعليم في الوطن العربي. الهدف هو من هذه الدراسة استغلال البيانات الضخمة واستغلال البيانات الموجودة الآن على الموزعات على لي سيرفر لتطوير العملية التعليمية. نعرف احنا لما ندرس حضوريا الأستاذ لما يدرس يعطي درس يتكلم ثم ما ثماش يعني تراس. توا الآن عن طريق التعليم الإلكتروني كل شيء موجود وعنده أثر في الخوادم. Learning Analytics هو تحليل تلك البيانات واستخدام تكنولوجيات مثل Data Mining و Learning Analytics و Machine Learning حتى نستخرج دي ريكومنداسيون ونستخرج توصيات لتحسين مردودية العملية التعليمية واستغلال الدورات التعليمية السابقة من أجل تحسين الدورات التعليمية القادمة. كذلك في نفس المجال يعني بمناسبة هذا اليوم الدراسي الأليكسو قدمنا مجموعة من المشاريع اللي تنفذها المنظمة حاليا. المشروع الأول وهو مشروع استراتيجي هام وقع اعتماده في مؤتمر وزراء التعليم العالي اللي انعقد بالجزائر في ديسمبر 2021، وهو مشروع اعداد نظام عربي موحد للتثبت من صدقية الشهادات العربية عن طريق تكنولوجيا البلوكتشين. النظام هذايا الهدف هو الحد والتصدي لظاهرة تزوير الشهادات عن طريق هذا النظام العربي الموحد اللي يعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين. نعرفوا اللي تكنولوجيا البلوكتشين هي التكنولوجيا المعتمدة في الكريبتوموني وفي العديد من المجالات، وهي تكنولوجيا تعطي يعني أمن وأمان كبير، وتقريبا يعني عن طريق هذه التكنولوجيا يصبح من المستحيل تزوير الشهادات لأنها مؤمنة بصفة كبيرة. احنا انطلقنا يعني بعد اعتماد المشروع هذايا في مؤتمر وزراء التعليم العالي انطلقنا في تجربة نموذجية لعدد محدود من الدول في مؤسسة جامعية تونسية ومؤسسة جامعية جزائرية وفي مؤسسة في سلطنة عمان ومؤسسة في الإمارات. نحن الآن بصدد اعداد هذه التجربة النموذجية من اجل تعميم هذا النظام في مرحلة قادمة، وممكن في المؤتمر القادم مؤتمر وزراء التعليم العالي يقدم تقرير حول التجربة النموذجية من اجل تعميمها على الدول العربية الكل. مشاريع أخرى كذلك قدمنا مشروع الـ NFT وهو مشروع مجدد، مشروع يمكن المنظمة تمكن الجامعات والشباب العربي من منصة لعرض منتوجاته الرقمية وحماية تلك المنتوجات الرقمية عن طريق الـ NFT، وكذلك منصة لتداول وبيع وشراء هذه المنتجات عن طريق عملة افتراضية الـ أليكسو كوين. هي في الحقيقة منصة الـ NFT للأليكسو هي منصة تعليمية تمكن الشباب العربي تمكن الناشئة التلاميذ من أساسيات السوق العالمية الرقمية الجديدة، هذه السوق التي تعتمد على تداول رقمي على عملات افتراضية. فالمنصة هذه مش تعلم الشباب وتعلم الناشئة أساسيات هذه السوق الرقمية الجديدة. وشكرا.